برج القوس الطاقة بتاعتك النايت ستار. برج القوس شكلك في حاجات معترض عليها، في حاجات عايز تغيرها في الطاقة الحالية، ممكن تكون بتعاني من عصبية. لأن أو بترفض عرض حب من شريكك، لأن أنت طاقتك النايت اوف سورد وهو طاقته النايت اوف كابس، فأنت نايت وهو نايت، بس هو جاي لك وحامل الكابس وأنت معترض، أو أنت مثلا قايل إن هو لو جالك مثلا هتقول له كلام أو هتفكره باللي فات. ممكن كمان تكون عندك طاقة تفكير كبيرة، طاقة برج القوس. انت عندك طاقة غضب، طاقة غضب ورفض. ممكن يكون اتصرف معاك تصرف، او الانقطاع مثلا بينكوا طال، او انتوا مع بعض في الوقت الحالي مثلا الشخص ده اتصرف معاك باسلوب غير لائق. قراءة ممكن تكون عكسية عشان يسمع لبرج القوس، فكل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه. انا شايفة انك انت في الطاقة بتاعتك طاقة غضب، طاقة فيها رفض، احساس بالرفض، او انت عندك احساس مثلا ان الشخص ده رفضك قبل كده، رفضك قبل كده، فانت لو هو جه تاني فانت هترفضه. يعني في نوع من انواع الافكار دي، يعني في طاقة غضب عندك، طاقة شريك برج القوس النايت اوف كابس. طب الشخص ده بيحبك يا برج القوس جدا على فكرة، في الطاقة الموجودة، يعني أكيد ده لا ينطبق على كل برج القوس، لكن في الطاقة الموجودة الحالية الشخص ده بيحبك وعايز معاك زواج، عايز معاك زواج واستقرار. يا إما أنت بتقدم له حب ومشاعر بس، لكن في حاجة بتعوق إن يكون في زواج واستمرار، أو العلاقة تكون مرسمة، حاجة تخص عادات، تقاليد، دين، أنت تكون في زواج أو هو يكون في زواج. طبعا اللي أنا بقوله ده هي اختيارات أنت تختار منها، يعني الوضع المناسب ليك، أو إن الشخص ده يكون بالفعل فيه ده في عشق تجاهك يعني يا برج القوس، وعاوز يكون معاك بارتباط رسمي. لكن أنت حاد جدا، ممكن كمان يكون مش بيسيطر عليك غضب، ممكن تكون بتسيطر عليك طاقة سلبية في الوقت الحالي، طاقات سلبية بتخليك متخبط مش قادر تاخد قرار صح في الوقت الحالي. فخلي بالك من نفسك في الطاقة الحالية، لأن طاقتك مختلفة تماما عن طاقة شريكك، وطاقة شريكك حلوة قوي تجاهك على فكرة. طاقة العلاقة ما بينكو البيج اوف واند، طاقة العلاقة ما بينكو فيها فرصة لبداية جديدة أو تحقيق حلم، تحقيق هدف. بعضكم ممكن للبعض يكون في بينكو شغل أو حاجة فيها بداية حماس أو كده. طاقة العلاقة ما بينكو ممكن أنت بترفض بسبب وجود طرف تالت مثلا، او وجودك انت في طاقة سلبية مقيد بيها او مربوط بيها. طاقة العلاقة ما بينكم فيها حاجة لبداية جديدة، لكن فيها عدم قدرة على اتخاذ قرار في الوقت الحالي. في شخص متحمس جدا وفي شخص متردد وبيصد في العلاقة دي، قافل. تمام، فدي الطاقات. انا شايفه برج الثور، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الجدي، ممكن برج الدلو والاسد. تمام، طيب ايه مشاعره تجاهك؟ طيب مشاعره تجاهك السيفن اوف سورد، سيفن اوف سورد. الشخص ده يا اما حاسس ان هو خدعك قبل كده، يا اما حاسس انك انت خدعته قبل كده. ممكن يكون محتاج ان هو يكون حذر منك في العلاقة، او الشخص ده عايز يدخل حياتك من اول وجديد.
الشخص ده مثلا لو هو كان لعبي في السابق او كده، فالشخص ده عايز يغير حاجة معاك، عايز يعقل، عايز يفكر بحكمة، مش عايز يكون متهور في العلاقة. ناخد برضو من الورق الخاص بالمشاعر، فيها تفكير كتير، انت مشاعره تجاهك بقى فيها لخبطة، او هو واخد القرار ده من بعد تفكير عميق جدا. يعني ممكن الشخص ده كانت تصرفاته مشاعره تجاهك، في تناقض وفي تضاد في المشاعر وفي العلاقة. الشخص ده عايزك تبقى فاهم ان العلاقة دي هتكون كويسة، او مش هتجيب ضرر، او مش هتجيب مشاكل، او هو مش هيكون ضاغط عليك في حاجة، او ممكن يكون العكس على فكرة. هو ممكن حس دلوقتي بنفور ممكن في المشاعر، انك انت ما بقتش معايا زي الاول. هو عنده طمع انك انت الشريك المناسب ليه. ممكن يكون بعضكم، ممكن يكون في اطفال او معرفة لبعض ممكن من الطفولة، لكن الشخص ده في مشاعره تجاهك عايز يبين لك انه العلاقة مش هيكون فيها مشكلة، او ارتباطه بيك مش هيكون فيه مشكلة، او لو في طرف ثالث مش هيسبب ازمة. مشاعره تجاهك الشخص ده عايز يقول الحاجة اللي هو بيحس بيها، عايز يتكلم معاك، عايز كمان ممكن تبعده عن محيط، تبعده عن مكان او اشخاص بتسبب لكم ضرر او بتسبب لكم مشاكل. لكن الشخص ده عايز يقنعك ان العلاقة بينك وبينه مش هتكون فيها مشاكل او فيها صعوبة، او هو يسبب لك اذى مثلا في حاجة. هو عايزك تكون فاهم ده، لكن هو في الوقت الحالي لو الشخص ده عنده طرف اخر او انت عندك طرف اخر، فانا شايفة انه في مشاعر تجاه حد انت شايف ان هو مناسب، والطرف الاخر انت عايز تخرج من العلاقة معاه، يا انت يا هو يعني. طيب ايه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة؟ البيج اوف سورد. الشخص ده بيراقبك على فكرة، وعاوز ياخد قرار، عايز ياخد قرار وعاوز يتكلم معاك برضه. انا شايفة هنا الرغبة في الحوار متكررة اكتر من مرة. السورد ده كلام، طاقة كلام، طاقة افكار، حد عاوز في جواه حاجة، عايز يبعت لك رسالة مثلا. نوعية تجاهك او تجاه العلاقة، عاوز ياخد قرار فعلا بشأن العلاقة. والشخص ده اكيد لو القراءة ماشية معاك من البداية عايز عودة للعلاقة وعايز يحصل فيها توازن. الشخص ده ممكن يكون من برج ناري او زيك، او من برج هوائي، لكن انا اقول كل الابراج او الطاقات اللي موجوده. وممكن يكون في حياته مثلا اطفال، ممكن يكون في حياته اطفال، ممكن يكون في طفل. لكن لو انت رجل من برج القوس، انا شايفه ان هي امراه مثلا ممكن تكون حكيمه، عاقله، متوازنه، عندها خبره حياتيه، ممكن تكون في عندها علاقه سابقه او زواج سابق وفي منه. لكن الشخص ده عاوز يكون معاك بشكل مستقر، وحاسس ان هو هيحقق لك سعاده او هيحقق لك راحه او امان، وعاوز يتكلم معاك حقيقي، سواء انت اللي تسمع راجل او ست. طيب خطواته تجاهك او تجاه العلاقه، شايفه نوع من انواع الاستسلام. خطواته تجاهك او تجاه العلاقه، استسلام لقراراتك انت. من الواضح انك انت بترفضه يا برج القوس. القراءه ممكن تكون عكسيه، بس الواضح عندي هنا انك انت ممكن ترفض الشخص ده، او تبعد، او تجرحه بكلام او كده، او يحصل كلام حوالين الموضوع. المهم ان الشخص ده هيبتعد في صمت وهيراقب من بعيد،
الكلام ده يحصل بعد ما الشخص ده مثلا يبعت رسالة يعبر عن مشاعره بحاجة، بكلمة بسيطة، بهدية، بمحاولة اعتذار أو حاجة زي كده. أنت كمان خلي بالك من الطاقة اللي موجودة عندك، يعني ممكن تكون دي سبب في إن يكون خاطر كده في شكل العلاقة، فخلي بالك من الطاقة اللي موجودة عندك دي يا برج الكون. مصير العلاقة، طيب حلو أهو، مصير العلاقة التين اوف بنتكل على فكرة، مصير العلاقة مصير العلاقة في احتمالية كبيرة قوي يكون في زواج، وفي احتمالية أخرى إنه مش هينفع زواج يكون في شراكة عمل ناجحة جدا جدا جدا، في شغل، حاجة شغل ما بينكم هيكون ناجح جدا، أو في زواج أو عودة أو لم شمل واستقرار وتوازن في العلاقة. في الحالتين أقول لكم على حاجة، سواء هيحصل ده أو هيحصل ده أنت هتكون حاسس بسلام، أنت هتكون مرتاح، سواء أنت أو الطرف الآخر، لكن أنت بالأكتر أنت هتكون حاسس بتوازن. دي الطاقة بتاعتك أنت، وده كارت برج القوس، أنت هتكون حاسس بتوازن، يعني أنت هتكون مرتاح للقرار أو للمرحلة اللي وصلت ليها العلاقة، حتى لو في الطاقة الحالية، لأن إحنا مش بنتكلم عن مصير مطلق، وهيكون ممكن ليك القيادة في العمل ده، أو أنت اللي بتدير العمل ده، أو وشايفة هيكون في ليك احترامك في العلاقة دي، هيكون ليك تقديرك، ليك احترامك في العلاقة دي. لكن مصير العلاقة التين اوف بنتكل ده بيدل على حاجتين، يا اما شغل هتعملوا حاجة شغل مع بعض وهتكون ناجحة جدا وهتحقق لكم استقرار قوي جدا، ويا اما هيحصل فيه زواج، لان الامبرور والتين اوف بنتكل برضه زواج. وفي الحالتين انت هتكون مرتاح، هتكون مطمئن، هتحس بسلام، تمام؟ زائد ان في طاقة حلوة، في شفاء هيحصل على فكرة، في شفاء هيحصل عندك من الطاقة السلبية دي، وهيكون في توازن عندك وسلام، وفي تفتيح لعين ثالثة موجودة عندك، وهتكون قادر انت بتدير امورك بشكل مناسب ليك او بشكل يرضيك. الابراج اللي موجوده هنا يا برج الكوز، شايفه برج الجدي، برج الدلو، قلنا ميزان، جوزاء، ثور، هنا برج الحمل وبرج القوس، ممكن برج الحوت، الدلو، الاسد، العذراء، دي الابراج الموجوده والطاقات كلها موجوده. من القادم للعازبين؟ القادم احلى حاجه احلى حاجه في الدنيا القادم، يعني حاجة حلوة جدا، ده كارت الشمس، ذا فان، قادم فرحة، إشراقة، حياة جديدة، حياة مختلفة تماما. من قادم لبرج القوس في الفترة اللي جاية؟ وأنا هنا بقول من القادم مش من القادم، من القادم بتشمل شغل، فلوس، زواج، استقرار، تخلص من مشاكل، بتشمل كل حاجة. فهنا انا بقول ما القادم، القادم بداية جديدة تماما وحياة مشرقة تماما، اهو كمان اهو، ما القادم في زواج، في ارتباط، اكيد 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 باذن الله، تفاءلوا خيرا تجدوه، واعرف ان اللي انت بتفكر فيه هو اللي انت هتجذبه ليك، بتفكير وبمشاعر هو اللي انت هتجذبه ليك، ودي طاقة فيها بشرة خير كبيرة قوي. انت عندك الصمت وعندك التين اوف كابس، انا مش هاخد ورق تاني، يعني اما مش عايزه اطلع ورق تاني، فخلينا في الاثنين دول ونشوف برضو من الرومانس القادم. انا شايفه في زواج، في اسره، ممكن بالنسبه للمنفصلين ممكن يكون في لم شمل، ممكن يكون في شفاء من طاقات سلبيه، ممكن يكون في كمان ايضاح لامور. انا شايفه حياه جديده مشرقه تماما، ممكن ده يحصل معاك على الربيع او على الصيف، مش شايفاه في الطاقه بتاعت القراءه، جاي لي احساس بكده من طاقه الورق. ما القادم لبرج القوس؟ حب حقيقي، باست لايف، وكيمستري، في حاجة أنت لازم تتخلص منها أو حاجة لازم تنسيها. طيب القادم أكيد بالنسبة للعازبين برج القوس،
العازبين دول سواء هم مش في ارتباط خالص او هم مطلقين منفصلين كده، كل الحاجات دي يعني. فالقادم ليك زواج ارتباط، ممكن لو انت كنت في الزواج مثلا وعاوز ترجع، لان القادم ليك سعاده كبيره قوي وعاوز ترجع لشريكك وفي بينكوا اطفال، فهيكون في اجتماع ولم شمل. لو انت في حياه تانية جديده، فهتكون المهم اللي هيحصل الشيء اللي هيسعدك، يعني اللي هيحصل حاجه هتكون بتبسطك انت. شايفة كمان الحب اللي جاي في حياتك ده او ارتباط، انا شايفاه يكون بالنسبة لك حب حقيقي. لو انت حد ما تعرفوش، ممكن يكون حد من الماضي بالفعل هو اللي رجع لك. ولو انت ما كانش فيه في حياتك حد، فممكن يكون حد انت تحس انك تعرفه. العلاقة بينك وبينه بتاخد شكل الباست لايف، اللي هي ممكن توأم روح، ممكن باست لايف بتشمل كل العلاقات. بس ما دام هنا فيها سعاده فهو من الواضح، وهنا فيه كيمستري فمن الواضح ان اللي جاي لك هيكون توأم روح، حب حقيقي وتوأم روح، لان دي بتشمل توأم الروح والشعره وعلاقات الكارما والحاجات دي كلها. لكن ما دام هنا انت مبسوط وسعيد، لان الكروت برضه اللي معاها هي بتقول، وهنا فيه ترو لاف يعني حب حقيقي، لكن وهنا الكيمستري، فده انا اقول عنه ان هو علاقه توأم روح. طيب ناخد إجابة الملائكة نشوف هيقولوا لك إيه، أو أنت مطلوب منك تعمل إيه، أو تمشي إزاي في الفترة دي، أو أفكارك أو كده. بنبه كتير قوي إن إحنا نخلي بالنا من أفكارنا، الطريقة اللي إحنا بنفكر فيها تجاه المواقف أو تجاه نفسنا. حتى لو زعلنا شوية، الزعل ده ما يطولش، يعني ما حالة الحزن ما تبقاش كتير. أدي هنا كمان تأكيدا لبداية جديدة وصفحة جديدة تماما في حياتك يا برج القوس في المستقبل القريب. أكيد. طب بعضكم في عنده شكوك، في عنده شكوك تجاه موقف ما، أو إن معقولة ده يحصل، أو إن معقولة حياتي يحصل فيها كذا، أو الحاجات دي كلها مش صح إن أنت تكون بتفكر كده. هنا بيأكد لك بكارت يس، هنا في عندك مشكلة فيما يخص الرفض أو عدم التصديق. مهم جدا الإيمان بالشيء عشان يحدث، حتى لو هو من وجهة نظر الآخرين مستحيل إن هو يحصل. مهم جدا إن احنا نكون مؤمنين بالحاجة اللي احنا عايزينها، فبإيمانك بالحاجة وإنك أنت مصدق فيها أيا كان هي إيه، الحاجة دي هتحصل. فمن الواضح ان هنا لازم تخلي بالك من طريقة افكار زي كده. في هنا حاجة بيقول لك عنها ليت جو، بصوا هنا في الطاقة هنا ليت جو، وهنا في الطاقة كان ريليس يور اكس. في حاجة بعضكم لازم يسيبها، مشاكل من الماضي، اشخاص من الماضي، علاقة من الماضي، في حاجة لازم تتخلص منها أو تخرج منها، لأنها اتكررت في طاقة أكتر من مجموعة ورق يعني. فخلوا بالكم برضو من نقطة زي دي، لو في خطوة انتوا لازم تاخدوها أو تصرف تجاه حاجة أو تجاه موقف، ممكن بعضكم يصلي استخارة، ممكن يصلي استخارة، ممكن يعمل التأمل. هي صلاة الاستخارة أيا كان دينك يعني، شوف كل حد بيستخير بيتعامل مع ربه بالطريقة اللي هو دينه بيقوله عليها يعني. المهم إنك أنت هتوصل لإجابة للحاجة اللي أنت متلخبط فيها في الوقت الحالي أو بتسأل عنها. قلت كمان أنا كل الأدراج اللي